كتبتولي انه تردون معلومات عن الاريجمنت، انه شلون نسوي ترتيب الاسنان، الاريجمنت احنا نسميه بعض الدول التنظيف تقول عليه. اهم شيء من تجينا حاله، انا قاعده مختبر جتني حاله، اشوف الابر واللور ايش قد المسافه بيناتهم، يعني اذا 2 مليم هاي كلاس 1، اذا الابر متقدم اكثر من 2 مليم هاي كلاس 2، اذا اللور هو اللي متقدم عن الابر فهاي كلاس 3. وبكل الاحوال وبكل كلاس احنا حيكون عندنا كي اللي هو مفتاح، مثلا هنا المولر، على اساسه راح يكون الاطباق، والاطباق لازم يكون على حسب كل كلاس الشكل. هسه عرفنا انه من تجينا الحالة اول شي نعرف اي كلاس، ثاني معلومة لازم نعرف انه الاسنان الترتيب مالتها يكون على الرج بالضبط، وين على السنتر اوف ذا رج، حتى من تجيني قوة على الاسنان والاسنان صايرة على الرج بالضبط فراح تتوزع القوة بالتساوي لكل الاجزاء مالت التنشر. هاي ثاني معلومة انه تكون على الرج، على السنتر اوف ذا رج. ثالث معلومة انه يكون اللونج اكسس مال السن عدل، هيجي كلهن عدلات، لانه من راح يكون عدل وما راح يكون بميلان السن، من تجينا قوة ما راح ينكسر، ما راح يكون مايل في عرضة للانكسار. وكذلك الدنشر، لان راح تجينا قوة، مثلا قوة الماستيكيشن اثناء مضغ الطعام راح تتسلط هذه القوة على السن، فالسن هو عدل فراح يتوزع على السنتر، يودي القوة عدل على السنتر مالت الرج، والسنتر مال الرج بعدها راح يتوزع الى باقي الاجزاء مالت الدنشر، هيجي تروح كل الاجزاء مال الدنشر بالتساوي فنحافظ على الدنشر اكثر. هاي ثالث معلومة انه يكون اللونج اكسس مال السن عدل.